ثم فرق بين المشاركة اليونانية بين المشاركة هذه، المشاركة هذه ثم قاعدين ماشيين نحو هيكلة كرة القدم المصغرة في تونس، المشاركة هذه تأتي يعني بعد الموافقة المبدئية لإنشاء لتأسيس جامعة تونسية كرة القدم المصغرة، يعني تزاركا اليوم عندها برشا ريانات، لأنه مش مستانسين نحكيو على تمثيل تزاركا في كأس العالم، اليوم جديدة، اليوم ثم فرحة جديدة دخلت في البلدان الصغار، اليوم كي نشوفوا البوكي ورد ونشوفوا النابل ميني فوت جاو يودعوا في الإكيبات، نشوفوا الميساج بوزيتيف من كامل جمعيات الميني فوت في تونس، نحسوا اللي ثم امبيونس جديده دخلت البلاد. المشاركه هذه حضرنا لها كوم الفو، صحيح جانا خبر مش باهي البارح يعني بعد مرضى سي مختار، نتمنى له الشفاء العاجل وثقه كبيره ان شاء الله. طلبنا القبيلي في التليفون ويعني يبكي مارغريلي، خبره كبيره وسنوات كبيره في المشاركه الدوليه، لكن حب يمشي لانه المشاركه هذه عندها قيمه كبيره كبيره ياسر لتعريف كره القدم المصغره، باش يدخلوا من باب الكبير لتونس يعني بعد النجاح مقابله التشيك. اليوم نحبوا ننجحوا في مشاركة تزاركا في كأس العالم للأندية. ثاني حاجة يعني جوارات حضرناهم بدنيا 100%، دخلوا في تربص مغلق، دخلوا ثلاثة مقابلات ودية ربحوها، وكذلك البارح كان اجتماع في تزاركا وحضرناهم نفسانيا، لأنه ثم فرق في التوقيت 6 ساعات وسي با فاسيل باش توصل أنت ديريكت، تلقى روحك تعب 100% بدنك، تلقى روحك في قلب النهار غاديك، دونك فسرنا لهم سيكولوجيكومون كيفاش يلزمهم يتصرفوا غادي باش يكونوا لجورجيا اللي هو يوم النهار 4 مارس ماتش فرنسا اللي هو يكون مفتاح الترشح للدور الثاني. وانا ديما نقول لهم انا نغزو الفوق وديما نجي في سترو، ما عندناش نقص ونخافوا من فرنسا ما نخافوا من حتى واحد، نمشيو عزيمه كبيره. بالنسبه للصحيح مفتاح الترشح هو المقابله الاولى، فرنسا هي المنافس المباشر لتزاركا باش تترشح، فرنسا هي المنافس المباشر لتونس باش تترشح، لانه انتصار على فرنسا المقابله الثانيه سهله مقابله هونغ كونغ، دونك شو اللي عندنا دو فيكتوار اوتوماتيكمون ترشحوا الدور الثاني، دونك كل شيء مربوط بالدوره الاولى، الناس الكل كان مركزين على المقابله الاولى، مقابله كاس يلزم تدخل الدوره بانتصار على فرنسا بقدره ربي الدور الثاني يكون مضمون 100%. والله صح احنا نحبوا نتهناوا ونطمنوا على سي مختار وان شاء الله يكون بصحه جيده وتابعنا من تونس، وان شاء الله نشرفوا احنا تونس في الدوره الدوليه هذه اللي ماشيين لها. احنا اخويا قمنا بالواجب وتقعد الكره للملاعبيه وان شاء الله نعملوا اللي يلزم يتعمل، وهذه مصلحه تونس ومصلحه المينيفوت جمله.